مغادر. وإلا في بيت شعر لمخيل نعيمي هو بيعبر: بالأمس كنت إذا أتيتك باكيا، إذا أتيتك باكيا يعني يا لبنان أضحكتني، واليوم إذا أتيتك ضاحكا أبكيتني. ما يتعب قلب لا المدعين ولا المواطنين، يعني في كمان أكثر، يعني حتى مرجعياتنا. لك أنتم ممثلين الله على الأرض، هل اللي بيعمل لك مؤتمر لفعاليات الطائفة اللي يحافظ على محافظ، واللي بيقول لك ما تقرب على الموظف الفاسد الشيعي، واللي المفتي بيطلع بيصلي بالسرايا، واللي البطرك اليوم بيقول لك لا للتحقيق الجنائي، ما قال لا، قال ما في تحقيق الحكومة. لأنه الحكومة هي الأساس، وأنا بقول له غطيني يا صفية. لك 25 سنة بتحكي، حتى ب يعني ما تأخذني على التعبير، حتى بالثنائي الشيعي ما حدا رد عليك. هذا وسام على صدري. ليك أقسم بالله العظيم إنه عندي مبدأ في حياتي، طالما أنا مرتاح مع نفسي وأنا بعرف إنه ما في حدا فيقول أنا آكل عليه ليرة حرام، أنا بنام مرتاح. لو كانت كل الدنيا، بعدين أنت بتقول ما حدا رد علي، من مين؟ من هيدي المنظومة. لأنه هاي المنظومة من 25 سنة أنا يكفيني فخراً، مش بقوله على 40 مليار دولار كلفت الكهرباء؟ إيه؟ طيب أنا المواطن حسن أحمد خليل أدعي بكل تواضع وثقة أنه أنا جلبت على الدولة 40 مليار دولار. كيف؟ سأل الرئيس لحود بمقابلاته على الميادين بست مرات بعيدة، بقول إجا الرئيس الحريري بده يحط إيده بأنه بدنا نبيع الخلية بثلاثة مليار، إجا لعندي شخص ما بعرفه اسمه حسن خليل، قال لي إنه خيه بالبنك الدولي محسن هو مسؤول التلكوم. طيب. قال له يا فخامة الرئيس ما تبيع التلكوم، هاي بتدخل لك مليارين دولار بالسنة. أنا وسام على صدري إنه بعشرين سنة جبت مليارين دولار بالسنة للبنان.